يسعد صباحكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا جاهزين لموضوع اليوم وتمارين اليوم. خصصت تمارين اليوم او تمرين اليوم هو عن موضوع الاسكوات بس، اللي هو تمرين القرفصاء. ليش خصص هذه الفقره؟ لانه مثل ما قلت لكم هو افضل تمرين للجزء السفلي، وبذات الوقت اكثر تمرين اشخاص بينصابوا منه، عاده بتحصل منه اصابات لانه ما بيتادى بالطريقه الصحيحه، كمان لانه ما بتعرفوا الانواع اللي ممكن تستخدموا فيها، كل نوع شو اي عضله بيركز عليها. فاليوم رح نحكي عن تمرين سكوات. هو أصلاً بيستهدف الجزء السفلي من الجسم، عامة كل العضلات الجزء السفلي، ولكن إذا نزلنا سكوات بس للنص بنكون عم نستهدف بس الفخذ الأمامي. لحتى نستهدف الجزء الخلفي من الجسم اللي هو الأرداف والأرجل الخلفية لازم ننزل أكثر من 90 درجة، يعني لازم يكون النزول تحت كثير كرمال أقدر أستهدف العضلات الثانية اللي هي عضلات مثل ما قلنا الأرداف والهيف. إذا نزلنا نص، إذا نحن عم نشتغل بس الفخذ الأمامي، لازم ننزل لتحت كثير منيح كرمال نقدر نستهدف العضلات الثانية نفس الأرداف واللي ورا. فإذا كنتوا جاهزين، أول شيء لازم تعرفوا إنه تمرين سكوات محتاج ليون ومرونة كتير بمفصل الحوض والركبة وكمان الكاحل، فلازم تحضرون كتير منيح. من أحد التمارين ممكن أعطيكم إياهن على السريع، إنكم لازم تقعدوا على الركبة بالأول لتلينوا الحوض، فيكن تروحوا على قدام وتروحوا ورا، تمددوا الرجل، أوكي؟ لأنه كل الجزء السفلي، مفاصل الجزء السفلي لازم تكون حاضرة بهذا الشكل. من أحد التمارين هيدا للحوض، كمان فيني لين أنا الكاحل، فبحط إيدي هون على الأرض وبحاول إني أكبس الكعب على الأرض ما يطلع، وبدي أدفع بالركبة، شايفين على قدام، تخليها تتخطى بدون ما يطلع كعب الرجل عن الأرض هيدا الشكل. عادة بيعملوه قريب من الحيط، يعني بحط الرجل عند الحيط، بحاول يوصلوا ركبي عند الحيط. بهذه الطريقة بكون أنا عم لين الكاحل، لأنه لازم يكون عندي الكاحل لين. هيدي أحد التمارين ممكن نستخدمها أكيد، وكمان لازم يكون عضلات الأرداف مفعلة قبل ما نبتدي بتمرين سكوات. وكيف بقدر فعل عضلات الأرداف؟ كرمال تشتغل بالطريقة الصحيحة، حتى ما نحط الوزن على الفخذ الأمامي أو حتى كثير على الركب، بستخدم حبل المقاومة. فكتير مهم إن كمان قبل تمرين السكوات أو الجزء السفلي عامة إن نحط الحبل المقاومة فوق الركبي، وروح بالحوض على ورا واطلع مشي جانبي بهذا الشكل. هذه الطريقة لما بروح على ورا بوضعية الديدليفت تكون عم فعل عضلات الأرداف. كمان لازم بلش أعمل تمرين سكوات بوزن الجسم قبل ما أحمل أوزان، فلازم أفتح الرجل وبفعل عضلات الأرداف، بفتح الركب على برا وأنا عم بنزل بالسكوات، شايفين؟ فبصير في عندي مقاومة من حبل المقاومة على برا، برجع بطلع. لما أنا بتفتح الركب على برا بكون هون عضلات الأرداف هي المسؤولة عن هيدول، بيفتحوا بسكروا. كمان فينا نعمل تمرين الجسر على الأرض أو البريدج، في كتير تمارين عديدة ولكن هيدا أهمها. سو كيف نعمل تمرين سكوات؟ كتير مهم إذا بتستهدف الفخذ الأمامي أكثر شيء أو العضلات ما فيها أفخاذ داخلية، بعمل تمرين سكوات بفتح بعرض الحوض، أو في ناس بتقدر تفتح أكثر، يعني بعرض الحوض ما إنه كافي لإلهم كمان ينزلوا بالوضعية الصحيحة. بضغط كعب الرجل على الأرض، بطوي الركاب، شايفين؟ بنزل شوي شوي، بفتح ركاب على برا وبرجع بطلع. أهم شيء وأنا عم بنزل بالسكوات أو تمرين قرفصاء إني ضلني كعب الرجل على الأرض، والركب لازم تفتح شوي على برا، تكون مرتاحة مش مسكرة على جوا، برجع بطلع. الظهر كمان بدي أتخيل إني أنا عم بقعد بدون ما أحرك الظهر إلى الأمام، يعني في كتير أشخاص بيعملوه بهيدي الطريقة، وهيدي طريقة ديدليفت، هيدا منه سكوات. السكوات لازم أنزل أنا من مفصل الحوض ما نكون شايفين وارجع اطلع. هلا في اشخاص ما عندها الليون الكافي لتنزل هيدا المستوى، شو بنستعمل بهيدي الطريقه؟ لازم نرفع الكاحل. فجبت لكم اليوم هيدول الاشياء، فيكم تحطوا دامبل وزن تحت الرجل اذا ما عندكم هيدا الشيء، هيدي الاداه، فيكم تحطوا دامبلز ما في مشكله، واذا كان عندكم اياها رح تحطوها كرمال بس تعلي لكم كعب الرجل عن الارض، واكيد شوي الاصابع على برا، لانه زيت الشيء رح انزل بهيدي الطريقه، بصير انزل وضعيه صحيحه بدون ما اضغط على الركب، وبقدر انزل لتحت كرمال فعل عضلات الارض. شايفين؟ اذا استخدم اذا عليت الكاحل شوي، اذا ما كان عندي مرونه بالكاحل رح تساعدنا اي شيء ممكن نحطه ونرفع الكاحل. الاشخاص اللي عندها مشاكل بالركبه، يعني احتكاك وخشونه متقدمه، ما المفروض ينزلوا سكوات لتحت، يعني كثير عميق، فيفضل انهم يستخدموا الكرسي
هيدي الطريقة زيت الشي، لازم نضغط من كعب الرجل وارجع اطلع على فوق كرمال نزيد الشدة. فينا نستخدم أوزان، في ياخذ وزن واحد هون حطه بهيدي الطريقة جلس الظهر، لأنه السكوات كثير مهم على فكرة، بيحسن من وضعية الجسم، يعني بيخلي لكم ظهركم جالس وبيحسن كمان من قوة الجسم بشكل كامل. كمان السكوات كثير بيقوي عضلات الكور أو عضلات حزام البطن الداخلي والبطن بشكل كامل، يعني وبيخفف السيلولايت، فإله فوائد كثير عديدة من أهم التمارين عن جد الجزء السفلي. هلا من السكوات كمان اذا بدي استهدف انا عضلات الفخذ الداخلي مع الارداف، فانتم اذا سمعتوا بالسومو سكوات، السومو سكوات مثل ما قلنا هيك بستخدم اكثر عضلات الفخذ الامامي. اذا فتحت على برا نفس وضعيه الباليه، شوي برا الاصابع ما بيكونوا كثير جناب لانه رح نوقع، لازم يكونوا اتجاه شوي مائل فقط لا غير. فانا هون بضغط من كعب الرجل، شايفين كمان ما بستخدم الظهر، حاولوا تثبتوا من هون شوي شوي، الركب على برا بنزل على مهل وانا بفتح ركب وننزل حوض وقطع لفوق. كمان اذا بدي زيد الشدة بعد ما اتعلم الطريقة الصحيحة، يعني بعد ما اقدر انزل من الحوض وافتح ركب على برا بدون ما استعمل الظهر، شايفين هون عم بكون عم استعمل عضلات الفخذ الداخلي وعضلات الارداف، بس اقدر اعمل هيدي الوضعية بالطريقة الصحيحة بتمرن، بصير اخذ معي وزن وارجع انزل واطلع كرمال زيد شدة التمرين. بنزل شوي شوي دايما بالسكوات، نطلع النفس فوق، يعني انا هون بداية الحركة هون نهاية الحركة، بنطلع النفس عن نهاية الحركة. كمان فينا نستخدم اذا عندكم وزنين، هلا عادة ممكن نعمل السكوات بهذه الطريقة، انزل فيها خلي الوزن تحت، بس غالبا بيعيق بيخلي الركب سكر على جوا، كرمال هيك انا بفضل تخلوا الوزن على الكتف وتنزلوا وهنن فوق، لانه هذا الشيء كمان بزيد شده التمرين اكثر، بحسن وضعيه الجسم اكثر ما يكونوا اوزان لتحت، فاذا كانوا تحت طبيعي تميلوا على قدام وهذا الشيء ما لازم يكون كثير بالسكوات. السكوات في كمان فيني استهدف بس فخذ امامي، ففيني انا احط رجل قدام بهذا الشكل والثاني على الاصابع وانزل فيها على مهل، اذا بدي ركز بس فخذ امامي تقريبا 70-80%، فهيدي التمرين كثير مهم، في اشتغلوا بهيدي الطريقه. وفيني اخذ معي وزن ويفضل بايد واحده كرمال نعمل تحدي لعضلات الكور، فبشيله على الكتف، شايفين في خلي ايدي هون واطلع وانزل شوي شوي. الاجر اللي ورا لازم تكون على الاصابع، الاجر الاماميه بتكون كامل على الارض، الظهر جالس، واكيد رح اورجيكم اياها ثاني ميل لما تشوفوا الوضعيه. هيك انا اشتغلت كثير فخذ امامي، اوكي؟ بالسومو سكوات كمان في ركز ارداف اكثر، فشو بعمل؟ باخذ الوزن بخلي شوي الظهر مائل شوي صغيره مش كثير لقدام، شايفين بنزل وانا عم بتطلع على الوزن بعمل هود وبطلع، بنزل شوي شوي انا عم بتطلع على الوزن بعمل هود او بثبت ثواني وبرجع بطلع. هيدا كمان ممكن يساعدكم انكم تركزوا على العضلات الارداف الخلفيه. فما تنسوا فيكم تستعملوا السكوات احباء المقاومه، فيكم تستعملوا وزن الجسم، ولكن انصحكم دائما تتمرنوا عليه بالاداء الصحيح بوزن الجسم انكم تقدروا تعملوه بهيدي الطريقه قبل ما تستخدموا فيه الاوزان. وما تنسوا هيدي الوضعيه اللي هي وضعية صحية للجسم، فيكم تقدوها كل يوم، تقعدوا دقيقتين ثلاثة أو خمس دقائق، على فكرة كتير كتير في إلها فوائد صحية على الجسم بشكل كامل، وتحاولوا تشدوا الظهر وتفتحوا الركب على برا، لتكون عندكم مفاصل صحية. ضروري إنكم تعملوا السكوات الكامل مش نص، الكامل تقدروا تنزلوا بهيدي الوضعية، بيكون الظهر جالس، يكون هيك بتعرفوا إن عندكم مفاصل صحية لما فيكم تقعدوا هيدي القعدة وإنتم مرتاحين. فهيدا هو كان تمريننا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا وفيكم تستخدموا الادوات اللي بدكم اياها. انا جاي لعندك، كفي كفي. فيكم تستخدموا الادوات اللي بدكم اياها، دامبل، في عندكم احباء المقاومه، في عندكم وزن الجسم، في عندكم كمان الجامب سكوات. ما ذكرت انه كمان في عندنا فينا نزيد الشده اذا ما بدنا نستخدم ادوات بالمنزل بانه نضيف للسكوات القفز. في انواع كثيره لحتى نقوم بتمارين السكوات اللي هي مهمه، ومثل ما قلتي يعني هيدا التمرين
مثل ما هو مهم لجسمنا كمان بفيدنا خاصة بمواضيع الظهر. يعني في كتير ناس مثلا طريقة كيف تنزل على الأرض تجيب الغراض بيقولوا لك هيدي كتير بتضر الظهر، بصير عندك أوجاع وألم. هيدي الطريقة بالتمارين بتساعدنا كمان أسلوب حياة، أنه كيف نصير ننزل على هي الأرض. أسلوب حياة، يعني مثلا عهد أنه ما بدي أجي أخذ وزن بالجيم أو أي مكان، أنا ما رح أجي أخذه نفس العالم هيك. صحيح. هيدا كتير بيأذي الظهر. أنا رح أروح هيك شي فيها، رح أستعمل عضلات اجري مش عضلات ظهري، مش العمود الفقري بالضبط. فنحن ما بدنا نلتقط شيء دائما من الارض، ما بيجي بشقله هيك، بستعمل كل القوه تبعت العمود الفقري، انا بستعمل رجلي كرمال اخذه بالطريقه الصحيحه. فكمان هيدا بيعلمنا انه نقدر ننزل بالوضعيه السليمه بالتقاط الاشياء او الحركات السريعه او حتى الوضعيه السليمه. انا بحس انه السكوات عن جد هو الوضعيه السليمه للجسم. صحيح. وبتعرفي كثير مهم للجهاز الهضمي كمان. لكثير امور بالفعل. شكرا لك على كل هالمعلومات فرح، على التمارين الرياضيه.